بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله، معكم أخوكم مهندس أنس عبيد، مسؤول التدريب والتطوير في شركة بروكويست. طبعا أنا مقيم في دبي ومسؤول عن المنطقة كاملة وعلى رأسها السعودية. إن شاء الله اليوم بإذن الله حنعطي استعراض كامل لقواعد بيانات في شركة بروكويست، المكتبة الرقمية السعودية مشتركة فيها. وان شاء الله يعني هدفنا نحن والمكتبه السعوديه الرقميه واحد، هي اعطائكم واثراء المكتبه باهم وافضل المصادر ان شاء الله لزياده المعرفه وزياده ان شاء الله العلم والثقافه لدينا باذن الله. طبعا في اي سؤال اي شيء، انا اتمنى انه احنا لانه ما شاء الله كميه المعلومات حتكون طيبه يعني، فاتمنى اذا عندكم اي سؤال انا باذن الله اخر شيء اخلي فتره للاسئله، حاولوا تجمعوها لان انا صراحه ما يمكن ما استطيع شوي الحق الشات، فبس اذا تكرمتوا في اخر ان شاء الله يمكن 5 أو 10 دقائق نجعلها فقط للاسئله، فخلوا دائما عندكم اسئله، اي سؤال اي شيء يخطر في بالكم بس سجلوه على جنب وان شاء الله في النهايه نستعرض باذن الله الاسئله. فمثل ما حكينا ان شاء الله اليوم حنتكلم عن قواعد بيانات من شركه بروكويست الحاليه موجوده في المكتبه السعوديه الرقميه. طبعا هي القواعد ما شاء الله طيبة جدا وكثيرة جدا، سأعطي استعراض خفيف عن كل واحدة، أهم المحتوى الموجود فيها، إيش التخصصات اللي تخدمها، وإن شاء الله آخر شيء بس أنتهي من الاستعراض نعطيكم بإذن الله تطبيق عملي، نذهب إلى موقع المكتبة السعودية الرقمية، كيف عملية إجراء البحث والاسترجاع، وكيف إن شاء الله شو أهم الأمور الموجودة في القاعدة حتى تستفيدوا منها في أمور البحث وأمور إن شاء الله القراءة وحتى امور التنزيل والداونلود في اجهزتكم الخاصه. اول شيء حنبدا فيه هو في القاعده الاولى هي بروكويست سنترال. طبعا هي تسمى قاعده بروكويست سنترال لكن هي عباره عن مجموعه من اكثر من 30 قاعده. هذه القواعد او هذه القواعد المختلفه تخدم اكثر من 160 سبجكت. فبالتالي تعتبر يعني مصدر طيب جدا للبحث والواحد يبدا دائما فيها كبدايه لاجراء اي عمليه بحث او استفسار عن موضوع معين. طبعا نحن الان اذا تكلمنا عن هذه ال 30 قاعده نجد انها تخدم تقريبا جميع التخصصات، في عندنا قواعد تخدم البزنس وقواعد تخدم الساينس والتكنولوجي، قواعد تخدم الهيلث والميديكال، السوشيال ساينسز والهيومانيتيز، ايضا قواعد تخدم الاخبار. وكلها امكانيه الوصول لها سهل جدا ان شاء الله اريكم فيها في نهايه هذا اللقاء باذن الله. طبعا ليش نحن الان نختار بروكويست سنترال؟ لانها تحتوي على كثير من المقالات وكثير من الجورنالز المتنوعه، بالاضافه هناك الكثير من الامور التي يعتمد عليها في مجالات البحث ومجالات الريسيرش، وايضا فيها كثير من المصادر لانه لا يوجد هناك نوع من الليميتيشن او حتى نوع من الريستريكشنز على الداونلود والاستخدام، فبالتالي ممكن الان تنزيل اي مقال موجود في داخل هذه القواعد وقواعد بروكوس بشكل عام والاحتفاظ فيها للابد، فهذا برضه شيء طيب يعني. فتعتبر لكم يعني كباحثين وايضا اذا كنتم مدرسين برضه تعتبر جدا طيبه وتستطيعون اعطائها لاي طالب عندكم او زميل. اخت امل الجميع ما ادري الجميع هو سامع الصوت فيبدو انه بس في اشكاليه في الصوت عندك، اتمنى انه تحاولوا تسووها. انا لانه ما ادري الجميع في عندكم مشكله اخواني واخواتي، هل الصوت واضح؟ اختي امل اتمنى انه تحاول ان شاء الله تشوفي وباذن الله يعني يمشي الان. طبعا نحن كشركه نسمي او يطلق علينا اجريجيتر، اجريجيتر يعني مجمع. الفرق بيننا وبين الببلشرز هو الناشر، انه احنا نتعامل مع مئات والاف من دور النشر المختلفة، فبالتالي الآن بدل ما تروح إلى مثلا دار نشر معينة وتستعرض بس المقالات والجورنالز والمجازين من هذه مثلا دار النشر، لا عندنا هناك أكسس لملايين الكونتنت من آلاف ومئات دور النشر المختلفة، هذه برضه شيء طيب جدا موجود عندنا. وأيضا تجد الآن من أهم دور النشر الموجودة من أهم المقالات والجورنالز الموجودة على المستوى العالمي تحصلوها في هذه القاعدة. طبعا نحن سوينا دراسات على باحثين ودكاتره واساتذه امثالكم وتبين انه الجورنالز الدوريات ما هي المصدر الوحيد للاعتماد عليه في البحث. كثير منكم يعتمد على كتب، يعتمد على وركينج بيبرز، على ابستراكتس، على نيوز بيبرز، على ريبورتس، على اشكال متنوعه من المحتوى.
فبالتالي نتيجة هذه الأجوبة اللي جاتنا، نحن حاولنا نعمل كل قواعدنا نوعا ما غزيرة بشتى المحتويات الموجودة، فحتحصل ريبورتس تقارير ومقالات وأيضا حتى مجلات وأيضا كتب، وهناك ملخصات وديزرتيشن اند ثيسس والكثير الكثير غيرها. طبعا هذه استعراض لأهم المجلات والجرائد الموجودة في بروكو سنترال كاستعراض سريع، وهذه برضو تظهر الكفرج الآن ما شاء الله. عفوا، هذه المنطقة الخضراء معناها عندنا نحن الآن من هذه المناطق محتوى موجود في قاعدة بروكوست سنترال. هذا كان مدخل سريع لقاعدة بروكوست سنترال. الآن ننتقل للقاعدة الثانية، هي بروكوست ديسرتيشنز اند ثيسز جلوبال. طبعا هذه تعتبر القاعدة الوحيدة وأكبر قاعدة في العالم تحتوي على رسائل الماجستير والدكتوراه على مستوى العالم. تعتبر مرجع جدا 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 طيب، يغطي الكثير من التخصصات من الطب إلى الهندسة إلى الأدب إلى آخره، كل هذه الأمور تجدها، وتجد فيها يعني تحتوي على أكثر من 3.8 مليون وثيقة لرسائل ماجستير ودكتوراه، من ضمنها تقريبا 1.8 مليون ذات نصوص كاملة. تخيلوا فول تكست بي دي اف، تستطيع الآن بكل سهولة تسوي لها داونلود. السؤال المطروح، ليش الآن الموضوع رسائل ماجستير ودكتوراه تعتبر مصدر جدا مهم للبحث؟ لأنها صراحة تعطيك عبارة عن دراسة مستفيضة عن هذا الموضوع الذي يتم تناوله في رسالة الماجستير والدكتوراه. أيضا أنتم مثلا كباحثين ممكن تشوفوا الباحثين الموجودين مثلا في أمريكا أو في أوروبا، كيف تنظيم الورقة البحثية، كيف الآن مثلا يدخل الموضوع كيف كذا، فتعطيكم معلومات طيبة على تنظيم رسائل الماجستير والدكتوراه، تعطيكم أفكار برضو للمستقبل، تعطيكم كثير من الأمور اللي هي فعلا تفيدكم بشكل طيب في مجال البحث ومجال الدراسة. فطبعا ما شاء الله الـ SDL عبارة عن مشتركة في أكبر وأغزر نوعا ما قاعدة لرسائل الماجستير والدكتوراه، والآن كل هذا يكون موجود عندكم وتستطيعون الاطلاع عليه في أي وقت. القاعدة الثالثة اللي هتكلم عنها هي Proquest Technology Collection. من اسمها هي تعنى في الأمور التكنولوجية، فبالتالي تغطي معظم النواحي التكنولوجية، من ناحية حتى الأمور الفضاء، الأمور الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الـ IT إلى آخره. ونجد فيها كفرج من 1962 إلى الوقت الراهن. وطبعا هذه عبارة عن كوليكشن، فبالتالي تحتوي على قواعد متعددة، فيها تقريبا 5 قواعد متخصصة موجودة داخل هذه الكوليكشنز. ولما نحكي عن تكنولوجيا نحكي عن كم هائل جدا من المعرفة، عندنا أكثر من 45 مليون ريكورد كابستراكت واندكسينج كملخصات، وايضا اكثر من 10 ملايين صور وجداول، وفي طبعا هذه تغطيه لاكثر من 4500 فول تكست تايتلز. كل هذا موجود وتستطيعون الوصول اليه بطريقه سهله وميسره. وايضا اذا تكلمنا مثل ما حكينا، اذا تكلمنا عن موضوع المواضيع المستعرضه، فنستطيع أن نجد أنه كل نوع ما أمور التكنولوجيا مغطى، من هندسة الاتصالات للكمبيوتر للمدني للمعماري للماتيريال ساينس إلى آخره. أخي الكريم عمرو، أظن الموضوع هو موضوع مشكلة اتصال، فأرجو التأكد من أنه سرعة الإنترنت عندك طيبة كذا، لأنه الجميع ما يواجه مشكلة يعني، وأعذرنا إذا كان في إشكالية من السيستم يعني. طبعا أيضا هناك الكثير من دور النشر المتنوعة، المحتوى تبعها مغطى في قاعدة بروكوس تكنولوجي كوليكشن، هذه من أهمها IEEE, Springer, Sage, Terran Francis إلى آخره. القاعدة اللي بعدها هو بروكوس Illustrata Natural Science، هي تعنى هتحصلوا فيها عبارة عن صور وجداول وكونتنت من أكثر من 3460 جورنال، فيها أكثر من 4.7 مليون صورة، والتغطية من 1997 إلى الوقت الراهن. ممكن يتبادر إليكم السؤال، أنس يعني الصور الآن والجداول شو أستفيد منها أنا كباحث؟ ممكن الآن تستفيد عليها على الصعيد العملي، الآن أنت جالس تكتب مقال أو تكتب بحث، تستطيع أنه تسترشد في أمور وتستشهد في أمور الصور والجداول. وأيضا إذا كنت دكتور على رأس عملك، ممكن تأخذ هذه الصور تضعها في بريزنتيشن وتعرضها على طلابك، وبالتالي يصير نوعا ما زيادة في توضيح الفكرة ووصولها إلى الطلاب.
طبعا بنحكي عن العلوم الطبيعية، فبالتالي نحكي عن شتى العلوم من البيولوجي إلى الإيرث ساينسز إلى الفارماكولوجي والفارماسي، الفود أند فود إندستريز، فكل شيء يعنى في هذه العلوم تستطيع الوصول إليها من خلال هذه القاعدة. أيضا هناك كوليكشن رائع جدا يعنى بـ بروكوست أجريكلتشر ساينس، العلوم الزراعية، كل ما يختص من العلوم الزراعية تجدها في هذه الكوليكشن المتخصصة. تحتوي على 3 قواعد تحت هذه الكوليكشن، وعندنا تغطية من 1970 إلى الوقت الراهن. طبعا حتحصل فيها مقالات، دوريات، مجلات، حتى working papers، conference papers and proceedings، magazines، reports إلى آخره. طبعا أيضا لما نتكلم عن الأمور الزراعية، حدث ولا حرج، أي شيء في موضوع الزراعة والعلوم الزراعية تجده في هذه القاعدة بترتيب ومنظم، وتستطيع الدخول إليها حصرا لهذه القاعدة، أو تستطيع البحث في كل قواعد ProQuest. وإن شاء الله بس أعملكم اللايف ديمونستريشن، نذهب للتطبيق العملي بإذن الله، أفرجيكم كيف السبيل إلى الوصول لهذه القواعد، البحث عنها بنصها، أو مثلا البحث في كل القواعد من صندوق بحث واحد. القاعدة اللي بعدها هي ProQuest Aquatic Science Collection، من اسمها تعنى بأمور المياه وعلم البحار والمياه وهذه الأمور. طبعا تعتبر مرجع جدا طيب فيما يختص في علم المياه والبحار، وفيها أكثر من 10 قواعد موجودة من ضمن هذه الكوليكشن، وفيها تغطية من 1960 إلى الوقت الراهن. أيضا لما نتكلم عن هذه الأمور إلها علاقة في الصوت، التقطيع الصوت عفوا، في ناس يعني يمكن يضغطوا على شيء معين فيطلع فيه تقطيع في تقطيع الصوت، يعني اتمنى ما اخواني واخواتي ما تضغطوا على اي شيء حتى ما يتقطع الصوت. من ناحيه السبجكتس الموجوده في هذه القاعده، مثل ما حكينا بكون السبجكتس كله ما يختص في العلوم البحريه، من حتى العلوم الاسماك وعلوم المحيطات والبحار والى اخره. ايضا قاعده طيبه وكوليكشن طيب ProQuest Atmospheric Science Collection، هي تعنى في علوم حالات الطقس ودراسة الطقس والمناخ، وأيضا تحتوي على 3 قواعد متخصصة موجودة في هذه الكوليكشن. عفوا. وعندنا تغطية من 1974 إلى الوقت الراهن، وطبعا نحن في تقريبا في كل قواعدنا تجد تغطية من journals، magazines، newspapers، reports إلى آخره. طبعا لما نحكي عن المواضيع المغطاة في هذه القاعدة، زي ما حكينا تكون في أمور حتى التلوث، في أمور الفضاء، الأمور العلاقة في الطقس وتغيرات المناخ، كل ما يحتوي على هذه الأمور وهذه المواضيع تكون موجودة في هذه القاعدة. إخواني أخواتي، إذا كان في نوعا ما تأخير في الصورة أو تأخير في الصوت أو كذا، ما تكون هم إن شاء الله، هذه التسجيلات حتكون مسجلة إن شاء الله وموجودة في موقع المكتبة السعودية الرقمية، وإن شاء الله في النهاية أحكي لكم الأخوان في المكتبة كيف الوصول إليها يعني. فاعذروني يمكن يكون في مشاكل في النت، ما توصلكم الصورة طيبة، ما توصلكم بشكل طيب، فاعذروني، لكن إن شاء الله لما نخلص التسجيل كامل حيكون واصل بشكل طيب بصوت واضح وكل شيء إن شاء الله تكون طيبة. ProQuest Biological Science Collection، هذه برضو من معناها تعنى بعلوم الأحياء، فكل ما يختص في علوم الأحياء تجده في هذه القاعدة. طبعا هذه الكوليكشن هو عبارة، هي مش قاعدة، هي عبارة عن مجموعة من القواعد تحتوي على أكثر من 30 قاعدة متخصصة في هذا المجال، وتغطية من 1946 إلى الوقت الراهن. طبعا الأخوان اللي لهم علاقة في الأحياء والعلوم الأحيائية جدا يجدوها عبارة عن مرجع جدا طيب ومهم في علوم الأحياء. طبعا عندما نتكلم عن علوم الأحياء فحدث ولا حرج، مواضيع منفصلة متنوعة في كل، حتى علم الحيوانات أيضا تجد في بعض المواضيع مختصة في علم الحيوانات برضو موجودة ومغطاة في هذه القاعدة، والأحياء بشكل عام. ProQuest Earth Science Collection، من اسمها تكون عبارة معناة بعلوم الأرض، كل ما يختص بعلوم الأرض نجده في هذه الكوليكشن. عندنا تغطية تخيلوا من 1693 إلى الوقت الراهن، فهذا صراحة تغطية مخيفة يعني زي ما يحكوها، و5 قواعد متخصصة
تنطوي تحت هذه الكوليكشن. واذا تكلمنا عن علوم الارض فكل شيء يعنى بعلوم الارض والجيولوجيا وهذه الامور، حتى في النفط والبترول والمعادن، كل هذه برضه التي تعتبر من علوم الارض تجد لها تغطيه طيبه ووافره في هذه الكوليكشن. القاعده اللي بعدها هي تعنى بالبيئه، في علوم البيئه، فايضا كل ما يختص في علوم البيئه تحتوي، يعني المواضيع اللي لها علاقه في علوم البيئه موجوده في هذه الكوليكشن التي تنطوي تحتها اكثر من 20 قاعده متخصصه. ويوجد تغطية من 1960 إلى الوقت الراهن. يعني سبحان الله، شوفوا غزارة العلم وغزارة المعرفة وغزارة المعلومات الموجودة. همنا وهمكم إن شاء الله واحد، نعطيكم أفضل ما هو موجود في العلم، حتى بإذن الله نساهم في رقيكم بإذن الواحد الأحد، وإن شاء الله زيادة معرفتكم، وبالتالي زيادة إن شاء الله البحث والمعرفة، وحتى أنتم تطوروا أنفسكم وتطوروا جامعاتكم وتطوروا بلدكم بإذن الله. لما نتكلم عن العلوم الانفيرمنتال ساينس، فبالتالي نحكي عن كل شيء يدخل في موضوع البيئه بكل نوعا ما حذافيره وبكل تفاصيله، من حتى موضوع المناخ وحتى التلوث وغير التلوث، اللي هي حتى قوانين مشرعه للبيئه وغير هذه القوانين كلها موجوده. ناتي الان ايضا بالاضافه لهذه الكوليكشنز الموجوده والمتخصصه، هناك شيء برضه تم الاشتراك فيه من قبل المكتبة السعودية الرقمية، هي شيء اسمه Periodicals Archive Online. هذه عبارة عن مجموعة أرشيف كامل لأهم المواضيع المتخصصة في الأرتس والهيومانيتيز والسوشيال ساينسز بشكل عام. هذه عبارة عن غزارة جدا، معرفة من تحصل فيها كونتنت من الإصدار الأول لحد 2000 و2005. فهذه أركايف، ليست إصدارات جديدة، لأن تعتبر برضو الأركايف صراحة مهمة جدا في أي بحث، لأنه تستطيعون أنتم العودة إلى التاريخ القديم وتشوفوا كيف بدأ الموضوع وكيف صراحة تطور عبر الزمن، فهذه تعتبر مرجع جدا طيب بالنسبة لكم. ولما نحكي عن الأركايف فهي كثير من المواضيع موجودة في الأرتس وحكينا في الهيومانيتيز والسوشيال ساينسز، فمواضيع متنوعة، مواضيع ما شاء الله طيبة جدا، تخدم كل شيء له علاقة في هذا الموضوع من ناحية تاريخية. طبعا لأن نحكي بنحكي عن أركايف من الإصدار الأول، قد يكون في 1800 إلى 2000 و2005. تمام، هذا ما يعنى في قواعد البيانات وما يعنى في الأمور اللي لها علاقة في القواعد واللي تفيدكم إن شاء الله في الأبحاث، و طبعا كأركايف وككرنت. الآن أيضا من أهم الإضافات اللي تم إضافتها للمكتبة السعودية الرقمية هي عبارة عن أرشيف خاص بالجرائد العالمية. طبعا الجرائد العالمية هناك ما شاء الله اشتركوا المكتبة السعودية الرقمية في أكثر من عنوان، أول واحدة هي نيويورك تايمز وذ إندكس، هذه تعتبر واحدة من أهم الجرائد اللي تصدر في أمريكا. طبعا لما نحكي نحن الآن عن جرائد، فبالتالي تغطية في مواضيع متنوعة، وتخيلوا أنتم الآن في عندكم تغطية من 1851 إلى 2010 تستطيعوا العودة إليها في أي وقت، نشوف والله شو مثلا والله ذكر في حقبة معينة من التاريخ، شو مثلا أهم الشغلات التي مثلا كانت موجودة في الغرب ونشر عنها الغرب، مثلا مشاكلنا مثلا سبحان الله معاهدة سايكس بيكو، مثلا احتلال فلسطين كذا إلى آخره، كل هذه الأمور ممكن الآن العودة إليها، شغلات خاصة في المنطقة عندنا في الخليج في بلاد الشام في مصر إلى آخره، ونجد كيف كانت التغطية لدى الغرب يعني. فهذا أرشيف جدا جدا رائع، وممكن حتى الاستعانة فيه في أي بحث يتعلق بالأمور اللي تحتاج للعودة إلى الزمن الماضي. أيضا برضو الول ستريت جورنال، وول ستريت جورنال تعتبر واحدة من أهم الجرائد الموجودة، وهي صح أنها متعددة التغطيات، لكن الإخوان الموجودين في البزنس يعتمدوا عليها اعتماد جدا جدا طيب، لأن فيها معلومات جدا مهمة. فعندك الأرشيف من 1889 إلى 1996، أيضا هذا كله تستطيعون الوصول إليه بدون أي مشاكل. واشنطن بوست برضو واحدة من أهم الجرائد الموجودة، تغطية من 1877 ل 1997، يعني ما شاء الله تغطية جدا طيبة. ايضا لوس انجلوس تايمز، يعني ما شاء الله المكتبه السعوديه الرقميه ارتأت افضل الجرائد واهمها على مستوى العالم،
وحتى على مستوى أمريكا، وأيضا وضعتها لكم ومتناول أيديكم حتى إن شاء الله تسهل عليكم عملية البحث واسترجاع واستعراض البيانات والمعلومات. لوس أنجلوس تايمز من 1881 إلى 1991، أيضا The Guardian and The Observer، هذه من أهم الجرائد الموجودة في بريطانيا، أيضا تغطية طيبة من 1791 ل 2003، وأيضا تستطيعون الوصول إليها بدون أي إشكاليات. وأيضا The Times of India هي متخصصة بالشؤون الهندية، أيضا تغطية ما شاء الله من 1838 إلى 2001. كل هذه وغيرها، أيضا الجيروسلم بوست، كل هذه الجرائد الآن ما شاء الله لكم وصول للأرشيف الخاص فيهم في الجيروسلم بوست من 1932 إلى 2008. كل هذه ما شاء الله زي ما حكيت لكم والكثير الكثير، أنتم الآن بكبسة زر تستطيعون الوصول إليه واستعراض هذه الملايين من المعلومات الرائعة، إن شاء الله تفيدكم في مسعاكم للارتقاء بمستواكم إن شاء الله العلمي والأكاديمي والبحثي بإذن الله. آخر جزئية حستعرضها بشكل سريع جدا هي ProQuest Global Patents. هذه عبارة عن قاعدة جديدة أيضا اشتركت فيها المكتبة السعودية الرقمية، تعنى ببراءات الاختراع. طبعا أنا الآن ما حتكلم عليها بالتفاصيل، في إن شاء الله في زميلتي من إيطاليا حتعطي إن شاء الله دراسة يوم الأربعاء إذا ما خانتني الذاكرة، أو الخميس حيكون هناك في تريننج كامل عن هذه القاعدة، كيف البحث، كيف الاسترجاع، شو أهم الشغلات اللي ممكن تستفيدوا منها. أخي حمد إن شاء الله أنا حكيت للإخوان الجميع إنه نخلي الأسئلة في النهاية، وأفرجيكم إن شاء الله كيف الوصول للقواعد المتخصصة. الله يبارك فيك يا رب. نظرة سريعة عن هذه، طبعا قاعدة اللي هي تعنى ببراءات الاختراع، أنتم الآن كدكاترة وكباحثين وكمهتمين إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى يسهل أموركم، برضو تبدأوا الآن تدخلوا في مجال براءات الاختراعات. فإذا في أي وقت استطعتوا الآن مثلا بدأتوا في موضوع نحن نبدأ بفكرة ونطور هذه الفكرة، هذه القاعدة تعطيكم أكسس لكل براءات الاختراع المسجلة في أكثر من 33 منظمة في العالم كفول تكست كنصوص كاملة، وأيضا إلى في هناك منظمات أكثر من 65 تحصلون معلومات اللي هي يسموها البيبليوغرافيكال انفورميشن مثل الأبستراكت. فلأنه تعرفوا الآن إذا سويتوا أي مشروع يجب عليكم أن تسجلوه كبراءة اختراع حتى أنتم تحاولوا الملكية الفكرية تكون مخصصة لكم. ففي هناك كثير من الجهات المعنى تعنى في هذا الموضوع في أمريكا وفي أوروبا وفي اليابان وفي آسيا، فنحن الآن حصرنا كل الريكوردز الموجودة في هذه المنظمات العالمية وجعلناها موجودة لكم وسهلة الوصول، حتى إن شاء الله أنتم إذا أي وقت بدأتوا تشوفوا استعراض مثلا فكرة براءة اختراع هل هي موجودة أو لا، إذا موجودة وين مسجلة، حتى تستطيعوا تعرفوا، لأنه موضوع براءات الاختراع والملكية الفكرية هذه تعتبر مشكلة معينة لازم واحد ينتبه لها. فهذه القاعدة تعنى في هذا الموضوع، تساعدكم تعطيكم أفكار، تساعدكم على الانتباه. ومثل ما حكيت لكم إن شاء الله يوم الخميس زميلتي بإذن الله حتعطي تريننج مفصل على هذا الموضوع، فإن أحببت أي واحد مهتم في هذا الموضوع يشاركني إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله هي تكفي وتوفي في هذا الموضوع. هذا استعراض سريع وشامل إن شاء الله عن القواعد البيانات اللي تنطوي تحت ProQuest والحاليا موجودة وموجود إلها أكسس كامل لمنتسبين المكتبة السعودية الرقمية. طبعا اعذروني اذا شوي كان اطاله في الشرح لانه ما شاء الله العدد طيب جدا وكبير جدا. الان حنتقل الى اللايف ديمونستريشن، نعملكم عباره عن تطبيق عملي لهذا الموضوع حتى ان شاء الله انتم تشوفوا، واذا عندكم اي سؤال اي استفسار مثل ما حكينا بنخليه ان شاء الله هذا ك في اخر شيء في الجزء الاخير باذن الله. أول شيء أنا بدي أتأكد أموركم إن شاء الله طيبة. الآن هذه أنا أرسلتكم أو الآن انتقلت إلى واجهة المكتبة السعودية الرقمية. أنا اعذروني لما أبدأ الآن في العرض على الإنترنت ما حستطيع أشوف أتابع الشات، فاعذروني وتحملوني إنه أنا بس أخلص كل العرض أنتقل للشات لأنه ما أستطيع أشوف الشاشتين مع بعض، وأتمنى منكم توفير الأسئلة إن شاء الله للدقائق الأخيرة، نجعل في أسئلة وبإذن الله إجابات. فعلى بركة الله الآن ننتقل إلى بوابة المكتبة السعودية الرقمية. هذه بوابة المكتبة السعودية الرقمية، الجميع عنده يوزر نيم باسورد، إذا ما عندكم أتمنى التواصل مع إخوانكم مسؤولين المكتبات في جامعاتكم،
وهم ان شاء الله هم يدلوكم كيف الحصول على اليوزر نيم باسورد. طبعا ما شاء الله عباره عن قواعد كثيره وطيبه وغزيره للوصول لقواعد بروكويست. اول شيء اروح على قواعد المعلومات الاجنبيه، هون ما شاء الله استعراض كامل لاهم القواعد الموجوده. اروح على حرف البي واروح على بروكويست. مجرد الضغط على بروكويست ياخذكم الى قاعده بروكويست. طبعا هذا حسابي الشخصي، لكن حطيت فيه نفس القواعد اللي انتم مشتركين فيها، لان ما استطيع صراحه الوصول الى القواعد الخاصه فيكم، لكن نفس المبدا بنفس الواجهه بكل شيء كما هو اللي يطبق هنا يطبق على الاكسس اللي تاخذوه من المكتبه السعوديه الرقميه. عند الوصول اليها اذا اخترتوا انتم كبروكوست بشكل عام، كل قواعدكم اللي انتم مشتركين فيها تحصلوها في هذا الصندوق سيرتشنج. الان انا مثلا في وضعي 58 قاعده، انتم ممكن يكون هذا الرقم منفصل او مختلف، لانه حكينا احنا في بعض القواعد هي عباره عن كوليكشنز، وفي هذه الكوليكشنز فيها قواعد، فما شاء الله حتكون كم هائل من القواعد. نحن الان رتبنا هذه القواعد المنفصله حسب الموضوع. هذا للاخ او الاخت اللي سال عن موضوع كيف الوصول لمواضيع معينه، فمثلا مهتم في الفنون يضغط على الفنون يجد كل القواعد اللي انتم مسجلين فيها والتي تعنى في الفنون، يستطيع الواحد الان يضغط عليها ويذهب الى قاعده بنصها، او يروح يسوي سيرش كامل لكل القواعد اللي تعنى في الفنون. ونفس الشيء بالنسبه للهيلث والميديسن، نفس الشيء بالبزنس، نفس الشيء بالليتريتشر واللانجوج الى اخره. طبعا واجهه التطبيق كامله نستطيع نغيرها من اللغه الانجليزيه، اللغه العربيه، الفرنسيه، الصينيه، فاي شيء سبحان الله يناسبكم. لما اضغط على العربي الواجهه ككل فقط الواجهه تتغير باللغه العربيه، الاخبار والصحف والادب واللغه كذا، لكن يبقى الكونتنت في اللغه الانجليزيه، يبقى كل شيء في اللغه الانجليزيه. وانا بدي اعتذر منكم من الان، انا عارف انه قد تيجي اسئله معينه، ممكن تيجي اسئله معينه انه والله يا انس هل في معلومات، هل مثلا في كونتنت باللغه العربيه؟ انا اعتذر وانا اسف جدا انه في هذه القواعد السواد الاعظم باللغه الانجليزيه للاسف. اسال الله سبحانه وتعالى انه بجهودكم باذن الله لما نبدا الان ننشر باللغه العربيه ونشر كثير، شركه مثل شركتنا بروكويست، لان احنا نتعامل مع دور نشر، لما تنشروا انتم الاعمال تبعتكم باللغه العربيه ونحن نتعامل مع هذه دور النشر، ناخذ هذا المحتوى العربي ونضعه في قواعدنا. فان شاء الله بهمتكم باذن الله نرتقي في مستوانا ومستوى البحث العلمي الموجود عندنا باذن الله. لكن الان مثل ما حكيت لكم تغيير واجهه النص فقط ليست اللغه الداخل. فاذا تكرمتوا مثل ما حكيت لكم خليها بالعربي ما في مشكله. اول شيء هذا الصندوق البحث هذا يبحث، اذا ما اخترت انت قاعده معينه يبحث في كل القواعد تحت بروكوس. فوالله مثلا انا مهندس احب مثلا ادور على موضوع معين، او مثلا انا دكتور احب ادور على موضوع معين او الى اخره. مثلا انا بدي اشوف في موضوع الادوكيشن في مجال التعليم شو عندنا نحن في مجال التعليم، اضغط انتر كبحث يطلع لي الان كل شيء من كل القواعد بروكويست في موضوع التعليم. طبعا ما شاء الله الان النتائج اكثر من 27 مليون نتيجه ما شاء الله، يعني هذا شيء طيب. طبعا شو الشغلات المهمه بالنسبه لي؟ نحن حكينا كبروكويست عندنا جزء صراحه موجود كنصوص كامله وجزء موجود فقط كملخصات او كبسموها الاستشهاد او الخلاصه، خلاصه المقال. فاذا انت احببت والله يا انس اعرض لي فقط الشيء الموجود في النص الكامل، استطيع من البدايه اضع صح على النص الكامل واضغط، او من هنا من خلال خصائص الان الفلتره استطيع برضه احكي والله بدي اشارات فقط اعرض لي الشغلات الموجوده كنصوص كامله. ايضا لانه هذه اللي احنا حكينا، في عندنا رسائل ماجستير ودكتوراه، في عندنا تقارير، في عندنا جداول، في عندنا صور، في عندنا جورنالز او دوريات محكمه، دوريات عاديه، دوريات علميه، فتستطيع برضه من البدايه ان والله انا اهتم فقط في الدوريات المحكمه او الدوريات العلميه، فتحصر من البدايه النتائج حسب ما ابدكيه. وايضا كل هذه الامور الموجوده هنا تستطيع الوصول اليها من الفلتره الموجوده. اول شيء مهم انا صراحه انصحكم فيه اخواني واخواتي جميعا، في شيء اسمه بحثي. بحثي هو عباره في اللغه الانجليزيه حيكون اسمه ماي ريسيرش، هو عباره عن ملفك الخاص فيك الموجود في بروكوست، لانه الجميع يستطيع الوصول لبروكوست، فانه والله جيد يكون لك ملف خاص فيك بحيث تسوي فيه حفظ
الملفات اللي انت محتاجها، الصور اللي انت محتاجها، البحث اللي انت محتاجه، فحيكون هذا الشيء ملفك الخاص. مجرد ما يكون في عندك انترنت تروح على بروكوست، تضع اليوزر نيم باسورد عندك وتفوت على ملفك الخاص. فهذا برضه شيء طيب، فننصحكم جميعا انه تساوي. هي عباره عن دقائق، ما ياخذ دقيقه، فقط الاسم والايميل وكذا، مجاني طبعا التسجيل، ومباشره يصير عندك بحث. الان شوف شو الشغلات الموجوده. اول شيء انا اعطيك شيء من نوع من الاقتراحات، انه والله مثلا تروح على كواليتي اوف education، education and students، education and learning. فهذه اقتراحات اذا ضغطت عليها تاخذ هذا الاقتراح وتنسى الشيء اللي تدور عليه انت، ويبدا بحث جديد حسب هذا الموضوع. فان احببت كان بها، ما احببت كمل بنفس الشيء اللي انت تدور عليه. شو الشغلات ايضا موجوده؟ انشاء تنبيه، انشاء تنبيه من اسمه، انه بالتالي اذا تعرف احنا دائما نضيف كونتنت، كل ما يجي شيء جديد على هذا الموضوع يصلك ايميل، فتستطيع انه طبعا يوصلك ايميل بشكل يومي او اسبوعي او شهري او عدة شهور. طبعا تضع هون اسم التنبيه، ايميلك، وتسجل هون والله انا بدي اياه بشكل شهري او كل 6 شهور او 4 شهور، اي شيء جديد يصلني ايميل فيه. طيب خليني اذا تكرمت اغير اللغة الى اللغة الانجليزية اذا ما عندكم مانع، واذا عندكم مانع ارجع للغة العربية. فهل عندكم مانع اخواني واخواتي؟ يا ريت اذا في حد موجود اعذروني يعني، بس هي سبحان الله نفس المبدا بنفس الشيء، ما في اي تغيير. بس اللهم يعني سبحان الله، حتى لما تيجي تحكي لكم مثلا انا حكيت عن مصطلح معين، تقول انا ما فهمت ما هو، فاحكي لكم هذا هو المصطلح، هو ماي ريسيرش مثلا او بابليكيشن او الى اخره. الله يجزيكم خير جميعا. وصل. اذا حكينا هذا موضوع السمارت سجشنز، الاقتراحات. رقم 2 نبدا الان في المعايره، حكينا كرييت الارت، التنبيه او الخدمه اللي هي اللي بسموها خدمه الرسائل السريعه او التنبيهات السريعه، ار اس اس فيد، ما ادري صراحه عنها مضبوط، لكن هي تعنى انه يعطيك مثل لينك، بحيث اذا ضغطت عليه يعطيك اي شيء جديد. طبعا في اي وضع اضغط على هيلب يعطيك شرح كامل ووافي عن هذا الموضوع، هذه الخاصيه. واجمل شيء اذا كنت انا بواجه تطبيق باللغه العربيه وضغطت على هيلب المساعده تجي لي باللغه العربيه، فتكون بالتالي اسهل وافضل للفهم. سيف سيرش مثلا انا استخدمت كثير من الفلتره هنا، ممكن اساوي نوع من احفظ لهذا البحث، لكن مثل ما حكيت لكم لازم يكون عندكم ماي ريسيرش اللي هو بحثي، حتى تستطيع حفظ هذا البحث الى ملفك الخاص فيك. نجد الشغلات الموجوده هنا، الفلتره شو ممكن اعمل؟ اول شيء الوضع الطبيعي، النتائج حسب ريليفنسي، حسب اللي هي العلاقه في الموضوع. ممكن تضعوا الريزلتس حسب والله انا بدي الشغلات الجديده اول، يعني مثلا هنا شوفوا 2010 اول شيء اللي هو له علاقه في الادكيشن، لكن اذا حطيت الشغلات الجديده اول واعمل سورت، فاجد انه والله صار عندي مثلا هذا الشيء الغريب جدا، ما اعرف شو هو، مش موجود شكله هذا في الاسباني، لكن الخيار الثاني موجود جولاي 2016. تخيلوا سوف يتم نشر هذا المقال السنه القادمه، وبرضه هذا شيء من ميزات انه ممكن نحن نحصل على شغلات لسه مش منشوره موجوده في بروكوست. الفلترة الثانية هي موضوع الفول تكست، مثل ما حكيت لكم في بعض الشغلات موجودة كفول تكست وشغلات فقط في موجودة كخلاصات، ففول تكست اضغط عليها يصير يبدأ يقل الريزلتس عفوا وتبدأ الفول تكست. في ريفيو دوريات المنقحة او غير المنقحة ممكن نحصرها، دوريات علمية او لا، سورس تايب مثلا والله يا انس انا اهتم بالنتائج فقط اللي جاي من الصحف او من الدوريات او من الرسائل الماجستير والدكتوراه او من الريبورتس الى اخره. فبالتالي انت الان تحصر النتائج حسب الشيء اللي انت مهتم فيه، بدك اياه انكلود او اكسكلود. ابلكيشن تايتل، اذا تبحث عن موضوع معين، عن تايتل معين، دوكيومنت تايب، سبجكت الى اخره، كل هذه الامور الهدف الرئيسي منها فلتره النتائج حسب الشيء اللي انت بدك اياه، لان انا بدي اياك توصل لنتيجه المحتاجه انت باسرع طريقه. فكل هذه الفلتريشن وظيفتها الرئيسية تساعدكم. Application date أيضا نفس الشيء، ممكن تحصر مثلا في بدي والله النتائج من زمن معين، لأنه تخيلوا عندي نتائج من 1992 إلى الوقت الراهن. أنا بالنسبة لي شخصيا أحب أستفيد من Application date في موضوع جدا رائع، شو هو؟ مثلا أنا أبحث عن إيبولا. نحن بنعرف إيبولا هو فيروس عافانا الله وإياكم ظهر الآن في إفريقيا وقاتل جدا. إذا ضغطت إيبولا وجدت البوبليكيشن ديت، تجد أن السواد الأعظم من النشر تم في المرحلة الأخيرة. هذا أعطاك شيء، فيعطيك دليل
انه فعلا هذا الموضوع صار موضوع حيوي جدا في الفتره الاخيره. فتخيل معناها انه سبحان الله، معناه في بحث على مر الزمان، لكن لانه صار هو موضوع حيوي. فهذا برضه شيء طيب لكم يا اخواني واخواتي، تبحث عن موضوع معين انت، ضع هذا الموضوع، شوف هل فعلا هو موضوع نوعا ما هو موضوع رائج جدا الناس صارت تهتم فيه بالوقت الراهن ولا اهتموا فيه بالزمانات. فهذا يساعدكم حتى كبداية في مراحل بداية البحث واختيار الزمن المناسب. مثلا أنا الآن أروح على هذه الفترة 2010 إلى 2019 وأعمل فلترة لإلهم، تجد سبحان الله بال 2014 معظم الأبحاث صارت بال 2014، وهذا برضه شيء يدل على شيء فعلا يدل أن إيبولا موضوع جدا حيوي في 2014، لأن سبحان الله صار هذا المرض مستشفي في إفريقيا وعليه الكثير من الأبحاث. هذه أول جزئية. الجزئية الثانية، الآن أنا سويت والله أنا سبحتي وعملت شو الأمور اللي أستطيع أسويها بهذا الريزلت. ممكن اختيار أي ريزلت محتاجها أنت، والخيارات الموجودة save to my research، أحفظها في بحثي في الملف تحتي حكين عنه، ممكن أرسلها إيميل لزميلي أشتغل أنا وياها في البحث أو زميلتي اللي أشتغل وياها في البحث. فبالتالي تخيل ممكن أرسال المقال حتى مع النص الكامل مع الفول تكست كبي دي اف، ممكن تطبع هذا المقال. ممكن سايت هنا شيء طيب جدا هو الاقتباس. شو معنى سايت يعني وكيف استخدامه؟ انا جلست اكتب موضوع معين بحثي، قرات هذه المقالات وجدتها جدا طيبه واعتمدت عليها في بحثي. تعرفوا الان في نهايه دائما الاطروحه او نهايه الورقه البحثيه لازم تضع المراجع، هاي المراجع لازم تكون بسايتيشن ستايل معتمد عندكم في الجامعه او في المستشفى او حتى في دار النشر اللي كنتم تنشروها. فمثلا والله ممكن اختيار من واحده من كثير من السايتيشن ستايلز الموجوده. في ناس مثلا فانكوفر مثلا، هذه الريزلت اللي انا اخترتها اللي وجدتها واعتمدت عليها في بحثي احطها كفانكوفر، تغيرت الان اسوي لها كوبي وبيست في الورقه البحثيه الخاصه فيه. تمام. فهذه برضو جدا طيبه في موضوع الاقتباس ووضعها في الورقه البحثيه اللي تشتغلون عليها. ايضا اكسبورت سيف، ممكن هذه الريزلت ترسلوها لبعض البرامج الخاصه في اداره الابحاث واداره المراجع، وايضا ممكن تسوي الاكسبورت كبي دي اف، تحفظوها كبي دي اف كريتش تكست فورمات الى اخره. هذه الخيارات الموجوده كشو ممكن نسوي على الريزلت. طبعا من الامور برضو الطيبه ممكن اضغط على بريفيو، انا اجد عباره عن ملخص لهذا الموضوع، اقرا الابستراكت الخلاصه واجد هل فعلا هذا الموضوع يهمني. اذا نعم يهمني افوت اكمل الفول تكست. ممكن اضغط كفول تكست كبي دي اف اذا كان موجود، او كفول تكست عادي اذا ما كان موجود بي دي اف. فهي برضه من الشغلات الموجوده وتستطيعون الوصول اليها في الريزلت والبحث العام والبحث البسيط. هذا كل ما يختص نوعا ما في البيسك سيرش بنسميه نحن. ننتقل الان للشيء الثاني. نعم، المصطلحات نحن نحكي عن المصطلحات. الشيء الثاني هو طبعا برضو عشان اخواننا ما يزعلوا منا نرجع الى اللغه العربيه. سامحوني يعني انا بحاول نحط عربي وانجليزي حتى الاخوان ان شاء الله ما يعني ما تزعلوا منا اخواني واخواتي، شويه في العربي وشويه في الانجليزي. في نهايه المطاف نفس الشيء نفس الكذا، اللهم فقط الترجمه هي التي تختلف فقط لا غير. الموضوع الثاني هو موضوع حكينا بعد ما خلصنا البحث الاساسي البحث المتقدم. البحث المتقدم في كثير من المواضيع طبعا ما اتناولهم واحد واحد لانه ان شاء الله تكون الفكره واضحه. اول شيء بحث متقدم من اسمه في عندنا موضوعات عفوا اذا والله انا مثلا ابحث في موضوع الايبولا وافريكا اند اور نوت، تعرفوا هذه الامور اللي هي توجد على بين مثلا الجمل، ابحث عن شيء كامل، انا ابحث عن دار نشر معين، عن باحث معين، عن تاريخ معين، تفاصيل معينه ممكن تضعوها في البحث المتقدم بجدا سهل وبسيط. اضغط عليه اضع هذه الشغلات اللي بدي اياها انا بدون اي نوع من الاشكاليه. تمام. يعني مثلا والله ابحث عن ايبولا وهنا استخدم الاند اور نوت الى اخره. ارجع واكرر يا اخوان، اللغه هي لغه مترجمه الى اللغه العربيه. هذا ما معنى انه الكونتنت او المحتوى حيكون باللغه العربيه، المحتوى يبقى باللغه الانجليزيه، فلازم انتم تدوروا في اللغه الانجليزيه. طيب؟ هذا في موضوع البحث مثل ما حكينا، نوع المصدر، نوع المستند، اللغه الى اخره، تضعون الشيء اللي بدكم اياه وايضا برضه تحددوها وبعدين تسووا بحث. هذا هو البحث المتقدم.
الجزء الثاني هو سطر الاوامر او كوماند لاين يسموه. في السابق سبحان الله اخواني واخواتي يمكن درسوا علوم مكتبيه، في كان في عندهم شيء يستطيعوا ادخال مدخلات البحث بطريقه الكودينج مثل هاي تي اي وكذا. طبعا هذا اكل الزمان عليه وشرب، لكن في ناس ما زالت سبحان الله تحب هذا الموضوع، فممكن الان يستطيع ادخال البحث في هذا الصندوق خلال زي الكود. اي وقت محتاجين تعرفوا معلومات عن اي شيء، اذا كنتوا في اي صفحه اضغطوا على تعليمات، صفحه كامله بملف كامل، اذا كنا باللغه العربيه يطلع لي باللغه العربيه، اذا كنا باللغه الانجليزيه يطلع لي باللغه الانجليزيه، كيف ترتيبها، كيف الوصول اليها، كيف التطبيق العملي لها، شو معنات المصطلحات والكود المختلفه. كثير رائع وكثير بسيط وكثير طيب. الجزء البيانات والتقارير، البيانات والتقارير من اسمها انا اخسر دائما الريزلتس كبيانات وتقارير. هذه برضو اخواننا مثلا ممكن في البيزنس يحبوا مثلا الكونتري ريبورتس الكومباني ريبورتس الى اخره، جداول وتقارير، ممكن الان يذهبوا ويحصلوا نتائج البحث في البيانات والتقارير. اشكال وجداول من اسمها برضو احصل دائما النتائج بالجداول وبالاشكال، وهذه الاشكال ممكن استفيد منها اذا مثلا بساوي نوع من البرزنتيشن على طلابي وطالباتي، ممكن الان اخذ بعض الصور هذه واضعها في البرزنتيشن وابينها لطلابي بشكل طيب. البحث عن مماثل صراحه جدا طيب وجدا سهل. البحث عن مماثل معناها انا الان جالس اقرا في مقاله معينه، بدي اشوف هل في مثل هذه المقاله موجوده عندنا في بروكوست، خذوا بس جزء صغير منها وانسخوه هون او الصقوه في هذا الصندوق. السيستم عندنا بشكل اوتوماتيكيا بشكل ذكي يحاول يعطيكم شغلات اللي هي نفس المواضيع المذكوره في هذا البوكس اللي انتم حطيتوه، نفس مثلا الباراجراف او الجزئيه اللي حطيتوها، بيشوف الشغلات المشابهه للمواضيع اللي ذكرت بالداخل ويعطيكم عليها ريزلت. البحث عن استشهاد نفس مبدا البحث المتقدم. انا بدور عن عنوان معين او مؤلف معين او عنوان مطبوعه معينه، او عندي مثلا الاي اس بي ان نمبر او الاي اس اس ان نمبر الى اخره، هون استطيع اروح احط هذه المعلومات حتى اصل الى الشيء اللي انا بدي اياه. اخر جزئيه هي سجلات الوفاه، طبعا يعني الله يرحمنا جميعا برحمته. اذا احببتوا عندكم فضول تعرفوا الدرس اللي باتت في الغرب برضه ممكن تدخلوا هون وتشوفوا سجلات الوفاه. تمام؟ هذا كل ما يختص في موضوع البحث المتقدم. الان برضه عشان اخواننا ما يعتبوا علينا نحول للغه الانجليزيه يا اخوان ونكمل على موضوع اللغه الانجليزيه. احنا شرحنا الادفانس، كل الامور اللي لها علاقه في الادفانس. الجزئيه اللي بعدها جزئيه جدا رائعه ومهمه، الببليكيشن المطبوعات. انا حكيت لكم من البدايه نحن كبروكويست عندنا مجموعه او عندنا كثير من المصادر من كثير من دور النشر المختلفه. انت كدكتور او دكتوره او باحث او باحثه ممكن الان بدك تدور عن دوريه معينه او مجله معينه او كتاب معين، بدك تسال الان هل هذا موجود في بروكوست؟ هل هو موجود وشو التغطيه الموجوده فيه؟ هل التغطيه كبيره شديده للوقت الراهن لعده سنوات للوراء؟ كيف؟ الحل تجوا على الابلكيشن او المطبوعات، تضعوا الاسم المعين بدكم اياه حتجدوا هي مثل هذه الموجوده، عندكم مثلا هذه الدوريه، عندكم التغطيه الموجوده في بروكوست من ابريل 2012 الى الوقت الراهن كفول تكست. الشغلات الثانيه برضه موجوده للوقت الراهن، شو اسم الببلشر؟ هو سبرينجر. وين تصدر هذه؟ في هيدلبرغ اظن في بريطانيا، ما اعرف والله وين هذه المنطقه. تستطيع الدخول الى هذه الدوريه واستعراض الارشيف الخاص فيها او الاصدارات الخاصه فيها القديمه. تستطيع ايضا تبحث في داخل هذه الدوريه او المجله بنصها، مثلا والله واحد من الدكاتره او واحده من الدكاتره بتحب مثلا نيتشر، شوف هل نيتشر موجوده في من ضمن تغطيه بروكوست؟ نعم والله موجوده. سنه التغطيه من اي سنه لاي سنه موجوده وقت الراهن؟ نعم والله موجود. اشوف استعراض المجلدات او الاصدارات القديمه، اروح ابحث عن موضوع معين فقط في داخل نيتشر او ايميرالد او السفير او الى اخره. فهذه حلاوه الببليكيشن المطبوعات. فبالتالي اذا انت احببت تدور على شيء معين فهو هذا المكان الامثل، اذا بدك تدور عن مجله معينه او عن شيء معين بحذافيره باسم معين احببته تيجي هنا. مثلا حتى برضه الاستعراض طبعا بالاحرف او تبحث عن اسم معين هنا مثلا. تمام؟ فهذه جمال وروعه التغطيه الموجوده في فوكس. النقطة الأخيرة هي موضوع البراوز. براوز هي تصفح مثل فهرس للشغلات الموجودة في قاعدة بروكوست. طبعا هنا نحن نستطيع التصفح
الشغلات لا تنشر بشكل دوري. شو معناها لا تنشر بشكل دوري يا أنس؟ يعني تعرفوا الآن رسائل الماجستير والدكتوراه هي تنشر مرة واحدة، ما والله إنه والله في إصدار الآن وإصدار بعد 6 شهور أو سنة أو إلى آخره. استعراض مثلا الشغلات الخاصة بالأمور مثل مثلا توبيك جايد، مثل مثلا تقارير البلاد، تقارير الشركات، تقارير الأمور هذه، كل شيء ما ينشر بشكل دوري بيريوديكال تحصله هنا كفهرس له. فمثلا والله اخواننا او اخواتنا الموجودين في البزنس حابين يروح مثلا استعراض ايش الكونتري ريبورت الموجوده عندنا في بروكوس، في عندنا نحن تعامل مع ايكونومست انتليجنس يونت مثلا كونتري ديتا مثلا، اضغط عليها اشوف شو الموجوده كاستعراض لكل شيء موجود. بدي اشوف في منطقتي انا في الشرق الاوسط شو الدوكيومنتس موجود، اول ما شاء الله في السعوديه عندنا 88 دوكيومنت، اضغط على السعوديه لان استعرض واستعراض كامل لكل التقارير الموجوده من الاي اي يو الخاصه في السعوديه ومرتبه حسب التاريخ. مثلا اخر شيء في عندي ابريل 2 2015، اضغط عليه والله مثلا ممكن انزله كسبريد شيت كاكسل شيت، وبالتالي استطيع سامحونا في صار في خلل، لكن انزله كسبريد شيت كاكسل شيت، وبالتالي استطيع الدكتور يصل لهذه المعلومات ويبني عليها دراساته ويعطيها لطلابه ويبني عليها الشغلات محتاجها. نفس الشيء في موضوع بقية الأمور، استعراض لكل شيء موجود داخل بروكوست الذي ينشر مرة واحدة ولا ينشر بشكل periodical بشكل متزامن أو في إصدارات الأولى الثانية، فهذا فهرس لهذه الأمور. طبعا حسب الشيء اللي أنتم المشتركين فيه، بالنسبة للآرت في الجلوساري في أوبرا سينوبسيس ميوزك فاندمنتال تيرمز pronunciation مش عارف شو guides اعذرونا. فهاي مثلا تعرف بالآرت من ناحية البزنس، هذه المواضيع المغطية في البزنس، في الكارير، في dissertation thesis، health and medicine، history إلى آخره. هذه الأمور إخواني وأخواتي هي ملخص لكيفية التعامل مع قواعد ProQuest. طبعا أنا حكيت لكم أنتوا دائما حتحصلوا بس تروحوا ProQuest كل شيء موجود هنا، يعني شو قواعد بيانات انتوا عندكم اكسس عليها. ممكن الان والله تحكي انا والله دكتور احب قاعده الاي بي اي انفورم كومبليت، اضغط عليها اروح فقط لهذه القاعده واسوي بحثي فقط لهذه القاعده. والشيء الطيب اذا اخترت اي قاعده تجد في الصفحه الاولى تعريف مختصر لهذه القاعده، ممكن حتى تنزيل كل التايتل ليست اذا كانت متوفره، يعطيك شو السبجكت الموجوده ومغطاه في هذه القاعده وكل المعلومات اللي تهمك في هذه القاعده، وتبدا الان عمليه بحثك ويعطيك الريزلت من هذه القاعدة حصرا. فلك حرية الاختيار تروح على قاعدة معينة أو تبحث في كل شيء وتسوي فلترة 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 حتى تصل للشيء اللي أنت محتاجه. أرجع وأكرر موضوع الهب دائما مساعدة في أي صفحة تكون عليها يطلع لك برنامج للهب، واجه التطبيق بشكل كامل أغيرها للغة اللي أنا أجدها مناسبة والأرتاح فيها أكثر، والكلام يكون باللغة العربية. هيك إخواني أخواتي نوعا ما ملخص لأهم الشغلات الموجودة في ProQuest. أنا عارف هيجي أسئلة، أنا عارف ممكن تكون أمور مش واضحة من المرة الأولى، لكن دائما أنصحكم وأنصح نفسي نبدأ نشتغل يا أخوان، نبدأ نعمل، نبدأ نبحث ونستخدم. كل ما استخدمنا أسئلة جديدة حتيجي، وإن شاء الله حكون أنا موجود وإخوانكم موجودين في المكتبة يفيدوكم في مكاتبكم، ما عرفوا يفيدكم أنا إن شاء الله موجود. وظيفتي الرئيسية أطمن إن شاء الله أنتوا تستطيعوا الوصول للمعلومات بدون أي إشكالية، ما عندكم أي مشاكل، وحتى إن شاء الله أمور تكون طيبة، وبإذن الله نرتقي في مستوانا جميعا كناس موجودين في الوطن العربي وفي السعودية بوجه الخصوص، وبالتالي نزيد إن شاء الله في درجتكم العلمية، وإن شاء الله تصنيف جامعاتكم اللي أنتم موجودين فيها ومستشفياتكم، وبرضو البلد اللي أنتم موجودين فيها. والآن أنا أعذروني يمكن أخذت شوي إطالة أكثر من اللازم، أرجع الآن للبلاك بورد وأرجع لموضوع أوقف الشير هنا حتى نستطيع أيوه الآن نرجع لموضوعنا ونبدأ الآن إخواني وأخواتي في موضوع الأسئلة. فهل هناك أي سؤال؟ الله يبارك فيكم جميعا، هل عندكم أي سؤال حتى نستطيع الآن نبدأ؟ ما هي قاعدة بيانات خاصة العمارة وعلوم البناء؟ وخصوص العمارة وعلوم البناء مثل ما حكيت أجمل شيء تطلعوا للموقع
تشوفوا الان موجود في الانجينيرنج شو الشغلات الموجوده وتبداوا الان تشوفوا. تمام؟ فممكن ما تكون مثلا اسم واضح لكن تكون تحت الهندسه. بعد الهندسه ندخل بالهندسه ونشوف ونبدا الان نبحث. وبما انه عندنا نحن تغطيه طيبه جدا في كثير من الهندسات فممكن الان تحصل مثلا بالاركتكتشرال انجينيرنج مثلا وتشوفوا شو الريزلتس الموجوده. وبالتالي مثلا لانه اذا حصلتيها فقط في جزئيه معينه ممكن تجي ريزلتس قليله، لكن اخليها في كل قواعد الهندسه بعدين اسوي فلتره للوصول للشيء اللي انا بدي اياه. الله يبارك فيكم جميعا. شو برضه في اسئله؟ والله موضوع الاشتراك اختي ليلى ما اعلم صراحه كيف الموضوع انه بشكل شخصي او عن طريق مكتبه الجامعه، هو الان هذا كله موجود لكم كمشتركين في المكتبه السعوديه الرقميه او جامعاتكم المشتركه، فبالتالي يمكن الوصول لهذه القواعد بدون اي اشكاليه. خليني هنا بس عشان انا نرجع لهذا. ايوه، فبالتالي كيفية الاشتراك زي ما حكيت لكم عن طريق الجامعة مش موضوع شخصي. إذا عندكم أي معلومات إن شاء الله الإخوان يفيدوكم. موضوع دخول القواعد، هل هي بنفس اليوزر نيم باسورد بال اس دي ال؟ نعم، إذا دخلتوا أنتم للاس دي ال بشكل تلقائي كل القواعد الموجودة داخل الاس دي ال تفتح لكم بدون أي إشكالية إن شاء الله. شو العفو كيف مش فاهم السؤال، كيف نستطيع التواصل مع بعض جهات قواعد المعلومات؟ ما انا اسف جدا مش فاهم السؤال. طبعا استفسار مني عن اي سؤال اخواني واخواتي، هذا رقم تليفوني وهذا ايميلي، اي وقت ارجوكم ما تترددوا تتصلوا علي. وظيفتي الرئيسيه هي التدريب والاستشارات، بالتالي انا ان شاء الله اساعدكم كيف تحصلوا معلومات معينه، كيف تستخدموا الطريقه المثلى، ما في اي اشكاليه. هل يمكن ارسال بيانات المراجع؟ نعم الى اندوت، نعم تستطيع ان ترسليها لاندوت، ما في اي اشكاليه. لما تروح في موجود اكسبورت او سيف بكون كاتب لك خيارات الاندوت موجوده، نعم. او في قواعد ثانيه مثلا في برامج ثانيه مثل ريس ووركس والى اخره. الله يبارك فيكم. ما ادري هل شايفين انتم الصوره؟ انا حاط الصوره هي على اسمي ورقمي، هل واضح عندكم اخواني واخواتي؟ طيب ان شاء الله ما شاء الله. طيب اي سؤال، اي استفسار، اي شيء انا جاهز. نعم حتكون ان شاء الله مسجله في المكتبه السعوديه الرقميه، الاخوان والاخوات الموجودين مسؤولين عن المكتبه السعوديه الرقميه يحكوا لكم وين حتكون موجوده وكيف الوصول اليها ان شاء الله. الله يبارك فيكم جميعا. انا اعذروني برضه شوي الصوت يمكن مبحوح شوي، انا كنت الفتره الماضيه تعبان فشوي صوتي مبحوح يعني، في الواقع بيكون افضل من هيك يعني. الله يبارك فيكم. الرقم والايميل اخواني الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم موجود على الشاشه ان شاء الله تكونوا انتم شايفينه، لان انا استطيع انا شايفه. ان شاء الله يكون موجود على الشاشه، موجود الرقم وموجود الايميل. وايضا برضه اذا تواصلتم مع الاخوان الموجودين في اخوان المسؤولين عن القاعده الرقميه السعوديه برضه يعطوكم ان شاء الله المعلومات اذا ما تستطيعوا الان تشوفوها من الشاشه يعني. الرقم، هذا الرقم احطه الان على هاي، انا ارسلت حطيت الرقم الى صندوق الشات، والايميل برضه بس مش بروكويست بالكيو، هاي anas.obaid@proquest.com. هذا الايميل، الله يجزيك خير اخي احمد. فهذا هو، ارجوكم ما تترددوا في التواصل معي، واتمنى لانه سبحان الله نحن والاخوان في المكتبه الرقميه السعوديه نحمل نفس الهم ونفس الهدف ان شاء الله، تطويركم يا اخوان، نحن بدنا تطويركم باذن الله، تطويركم، تطوير جامعاتكم، وتطوير ان شاء الله السعوديه وبقيه الدول العربيه، حتى ان شاء الله نصير في صف الدول المتقدمه في البحث. كيف؟ عن طريق الاستخدام. كيف لازم نبدا سبحان الله نستخدم نستخدم نستخدم؟ حتيجي بعض الشغلات، حتيجي بعض الاسئله، بعض المتاهات، ما في مشكله، هذا وضع طبيعي، مستحيل يكون البحث بشكل سهل. لكن في نهايه الموضوع ان شاء الله لما نبدا الان نبحث ونبدا الان نستفيد من هذه الكم الهائل من المعرفه، ان شاء الله نرتقي، وباذن الله نرتقي في بلادنا ونرتقي في انفسنا بالمقام الاول. الله يبارك فيكم يا رب.
في برضه اي اسئله مثلا معينه اخواني واخواتي، نستغل الان الوقت برضه، هل في عندكم اي سؤال اي استفسار عن بروكوس بشكل عام، عن القواعد، عن استخدام جزئيه معينه؟ الله يبارك فيكم جميعا، الله يبارك فيكم. وسمحت لكم اذا حتى مثلا سبحان الله بدات الان في التطبيق واجهت اي مشكله الان تيجوا عندي. بالنسبه لموضوع اللغه العربيه، مثل ما حكيت لكم اخواني واخواتي، موضوع اللغه العربيه فقط هي واجهه التطبيق، المحتوى للاسف ما زال باللغه الانجليزيه، يعني ما عندنا محتوى باللغه العربيه للاسف، السواد الاعظم باللغه الانجليزيه، لكن واجهه التطبيق بتتغير اللغه العربيه بس. في نعم في عندي دورات بكره باذن الله، في عندنا دوره في ايبراري اللي هي قاعده متخصصه في الكتب حصرا في الكتب الرقميه. هل اي عمليه بحث تسجل في ملف بحثي؟ لا، انت الان في عندك خيار لما تساوي بحث معين تساوي عمليه حفظ لهذا البحث في بحثك في ماي ريسيرش او بحثي. الان كيف يستطيع البحث التعرف على اهم المجالات المحكمه في تخصصه؟ اول شيء في المعرفه وفي في في البحث دائما، يعني استشاره اهل التخصص، يعني انا سبحان الله ما اعرف مثلا والله افضل شيء، لكن انتم ممكن تعرفوا تساووا بحث معين واخوانكم مثلا المشرفين عليكم انه والله ايش افضل مجله؟ اساوي بحث في الانترنت، ما هي اهم المجلات المحكمه في هذا التخصص في الطب او في الهندسه؟ انا بعرف مثلا في الطب رقم واحد اظن اذا ما خانتني الذاكره يمكن الجامعه اسمها، وفي الثانيه تيجي لانسنت كذا، ففي معروفين سبحان الله، وفي برامج برضو تساعد على موضوع تبين لكم مين افضل هذه الدوريات او هذه المراجع في تخصصها. فلما اشوفها وبرضو اعمل عمليه بحث اشوف والله كم مره مثلا المقال المذكور في هذه المجله تم اقتباس منه، برضو هذا دليل انه والله ما شاء الله هذه الدوريه مهمه وهذا المقال مهم. كل هذه الامور ان شاء الله تساعدكم حتى تعرفوا هذه الدوريه مهمه او غير مهمه، هذا المقال مهم او غير مهم. وفي هذه الامور انا بعرف ان شاء الله ما شاء الله الاس دي ال في عندها برامج مثل سكوبس او ويب ساينس عندهم اشتراك فيها، وهي تساعدكم برضو على تقييم المجلات وتقييم المقالات. في علوم الحاسوب ايش افضل؟ انا للاسف ماني متخصص في علوم الحاسوب، لكن كل اللي اعرفه انه نبحث نحن في الانترنت نشوف مثلا اسماء معينه، بعدين ناتي الافضل شيء مثلا اذا في عندك جزئيه معينه في علم الحاسوب تروح على بروكوس تعمل عمليه بحث وتشوف الريزلتس، تقرا انتم ما شاء الله تكونوا طيبين في هذا المجال. وهي برضه اخي فيصل كتب الاي تريبل اي معروفه، يعني حدث ولا حرج على الاي تريبل اي، وبرضه موجود منها في داخل بروكوست. فدائما انت تبحث في الانترنت عن مجلات معينه، والاهم من ذلك تيجي على قواعد مثل بروكوست تدخل الموضوع اللي انت تبحث عنه وتشوف الريزلتس، وان شاء الله تعتمد عليها في ابحاثك وفي دراستك ان شاء الله. نعم نفس المبدا في كل التخصصات، مثل ما حكيت لاختي بيان نفس المبدا في نفس التخصصات، الافضل نبحث مثلا في الانترنت او الان نبدا الان نروح على قاعده بروكوست نبحث في موضوعنا اللي بدنا اياه نحن ونشوف شو الريزلتس اللي تيجي، شو الاسئله، شو سبحان الله اهم الريزلتس الموجوده، وبعدين نبدا نقرا في المقال. وانتم ما شاء الله وصلتوا لمرحله ان شاء الله طيبه من التحليل وتشوفوا، وبعدين تبداوا تعتمدوا على هذه الامور في تخصصكم. القواعد تحتوي بروكوست في ما شاء الله، يعني اذا ذهبتوا للاس دي ال في تقريبا اظن اذا ما خانت الذاكره في اكثر من 60 قاعده موجوده في بروكوست اوريدي موجوده عندكم. فانت بس اللهم او انت لما تروحي اختي على بروكوست تجدي الى اعلى الشاشه موجود الموضوع اللي هو اللي حكينا عنه، كم عدد القواعد المذكوره في بروكوست والموجوده انتم عندكم عليها اكسس، فحتحصلوها موجوده. الله يبارك فيكم يا رب. اي سؤال ثاني، اي استفسار ثاني؟ الله يبارك فيكم يا رب، الله يبارك فيكم ويجزيكم كل خير ان شاء الله، واعذروني كمان مره على الاطاله، عارف الوقت الان متاخر. ان شاء الله يا رب يا رب، يعني هذا اللي بدنا اياه والله اختي خديجه، يعني هذا اللي محتاجينه والله، ما شاء الله يعني السعوديه
يعني ما شاء الله في الباقه في الاشتراك في تقريبا معظم واهم قواعد البيانات الموجوده من شركه بروكوست وغيرها. وان شاء الله انتم بجهودكم باذن الله تبداوا الان على هذه المواضيع وتحاولوا انتم تستفيدوا من المعلومات الموجوده في تطوير ان شاء الله العلم والمعرفه. الصيغه للوثيقه في موجود كبي دي اف، ممكن تنزلها برضه كبي دي اف او كملفات كوورد برضه موجود يعني حسب المتوفر من نفس المقال. اي سؤال استفسار اخواني واخواتي؟ هل الامور طيبه؟ الماده والله بس اللهم نشوف الاخوان في الاس دي ال اذا مثلا ممكن مثلا الماده اعطيهم حطوها في مكان معين، ما في عندي اي اشكاليه ان شاء الله اتواصل معهم باذن الله. اذا ما كانت موجوده على الاقل التسجيل وكل شيء يكون موجود ان شاء الله، وممكن مرجعيه ترجعوا لها انتم في اي وقت. هل من سؤال اخير اخواني واخواتي؟ برجع بكرر عليكم بس اي تليفون، هي ايميلي موجود وتليفوني، بس اتصلوا علي اي وقت وان شاء الله باذن الله احاول افيدكم ان شاء الله. النص بي دي اف موجود اذا كان موجود، والصوره بتكون جي بي اي جي اذا كانت موجوده، فهي افضل شيء لما تروح نفس المقال تبحث هناك وتشوف شو اللي هي التايب او الاكستنشن تبع هذه الصوره او هذا الملف. موضوع حيكون على اليوتيوب الخاص بالاس دي ال، اظن الاخوان في الاس دي ال حيسووها نعم اظن، لكن تفاصيل والله متى وكيف لا اعلم والله للاسف. اذا ما في اي سؤال ما في اي استفسار يعني بكون في هذه المرحله. جزيتم خيرا وبركتم وتسلموا على وقتكم. انا عارف يعني الان بعد الدوام الله يعينكم يعني تكونوا ما شاء الله صباح من الصباح شغالين، والان برضو ازعجناكم في هذه الامور، لكن ان شاء الله يعني تعمل فائده باذن الله. وزي ما حكيت لكم نبقى على تواصل، واخواني واخواتي انتم زي بتعرفوا بكره باذن الله في عندنا جلسه عن موضوع ايبراري، وبعدين في عندنا برضو جلسه في قاعده متخصصه في الادب الانجليزي، فالاخوان في الادب الانجليزي ممكن يستفيدوا منها. والخميس اظن واحده زميلتي من ايطاليا حتعطي تريننج على القاعده المتخصصه في براءات الاختراع. وان شاء الله ربنا يقدرنا نكون دائما يعني عند حسن ظنكم، وان شاء الله نفيدكم ونعطيكم المعرفه اللي انتم تستاهلوها باذن الله. وجزيتم خيرا اذا ما في اي شيء. هذه والله الدورات تستمر في الاجازات الصيفيه، والله ما اعلم، دائما احنا في تنسيق بيننا وبين الاخوان في الاس دي ال، هم برضه يحددوا الوقت المناسب وكيف الترتيبات. واي شيء انا ان شاء الله برضه احاول يعني دائما امدكم، اي واحد بتواصل معي امدكم بمصادر للمعرفه، في عندنا اماكن برضه للتريننج واماكن دائما للمعلومات موجوده ادلكم عليها ان شاء الله. ارسال الشهادات والله ما اعلم بالضبط، هذا حيكون بينكم وبين الاخوان في الاس دي ال، ونحن في عندنا تواصل معهم حتى نرسل الشهادات، ما اعرف والله الجزئيه هذه للاسف، انا اعتذر والله. الله يبارك فيكم، انا هاي اللحظه بس بدي اسكر التسجيل حتى تكون الامور طيبه. الله يجزيكم خير. بالمناسبه انا ماني دكتور، انا مهندس بس ان شاء الله هيك ربنا يسهل واكون دكتور باذن الله.